يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نكمل chapter 8، وآخر موضوع عندنا psychometric chart أو humidity chart. حكينا بيجي عليه سؤال مهم، أو اللي هي humidity chart. humidity chart لأنه بتكون من dry air ومن H2O vapor. في بعض المصطلحات chart اللي عندنا، طبعا هي بتكون أساس الحل للسؤال اللي بيكون عندي. فمثلا أول إشي عندي dry bulb temperature، التعريف الموجود هي عبارة عن air temperature تقدر تقيسها بالثيرمومتر أو أي جهاز يقيس حرارة. موقعها بالشارت، الشارت اللي عندي بيكون بالشكل الآتي. هون تكون قيم دراي بلب ماينس 10 سلسيوس، ماينس 5، 0، 5، 10، 15، وهكذا. هاي أول قيمة عندي إياها بالشرط. المصطلح الثاني اللي هو عبارة عن الأبسوليوت humidity، الرمز تاعه اللي هو HA، هو عبارة عن قانون حيث الـ absolute humidity تساوي كيلوغرام H2O vapor على كيلوغرام dry air. يعني مثلا لو حكى لك الـ HA عندك تساوي 15 بالألف، معناته إنه 15 بالألف كيلوغرام H2O vapor لكل 1 كيلوغرام من dry air. طب لو حكى لك بدي الماس فراكشن لل H2O، نعرف إن الماس فراكشن هي عبارة عن ماس لل H2O على التوتال ماس. الفراكشن راح يكون عبارة عن 15 بالألف اللي هي H2O على التوتال ماس. التوتال ماس اللي عندي إياها عبارة عن الهيومد إير، فالهيومد إير راح يكون 15 بالألف زائد 1، هاي بتشكل توتال ماس. فبطلع ماس فراكشن كيلوغرام H2O فيبر لكل كيلوغرام هيومد إير. موقعها بالشارت بتكون هون، هاي تمثل قيم ال H أو ال absolute humidity 33، 32، 31، وهكذا.
وحدة ال HA هي كيلوغرام H2O فيبر لكل كيلوغرام دراي اير. القيمة الثالثة اللي عندي اياها هي Relative Humidity. رمز تاعها اللي هو HR. ال HR أو Relative Humidity نسميها كمان Saturation Curve. فالـ HR بتكون موجودة على شكل خطوط، لغاية ما نوصل للـ Saturation Curve اللي هو هون. طب لو كبرت الرسم أكثر، لأن الـ Saturation Curve كثير مهم. القيم بتكون موزعة هون 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، 60%، 70%، 80%، 90%. والخط اللي هون اللي هو آخر خط هو عبارة عن الساتوريشن كير، حاب تكون القيمة 100%. هاي راح نحتاجها. القيمة الرابعة اللي هي ديو بوينت. ديو بوينت هي عبارة عن temperature at which humid air becomes saturated. The temperature at which humid air becomes saturated. إذا حصل إله تبريد at constant pressure. بالنسبة لموقعها بالشارت فهي بتكون تقريبا موجودة عند الساتوريشن كيرف اللي هون. فلو مشينا من اليمين من عند ال HA لغاية الساتوريشن كيرف، هاي النقطة تمثل ديو بوينت. النقاط اللي هون هي ديو بوينت من اليمين لغاية الساتوريشن كيرف، كلها تمثل ديو بوينت. القيمة الخامسة اللي هي هيوميد فوليوم.
يرمز له بالبي اتش، هاي تعريفة. مكان بالشارت يكون موجود كمان على شكل خطوط ما بين الدرايفل والساتوريشن كيرف. يعني لو رسمنا الشارت في الهيوميد فوليوم يكون عبارة عن من ساتوريشن كيرف لغاية درايفل، بتكون هاي قيم هيوميد فوليوم. خمسة وسبعين بالمية، ثمانين، 85%، و90%. طبعا الوحدة لإله بتكون متر كيوب بير كيلو جرام من الدراي اير. نفترض حكى لك اكزامبل، calculate the volume اللي راح يطلع عندك إذا كان عندك 150 كيلو جرام من humid air and temperature 30 سلسيوس. طبعا هاي dry bulb و relative humidity 30%. بده قيمة الفوليوم، معطيك الماس لل humid air. طيب عندي دراي بلب، عندي relative humidity، من خلال المعلومات السابقة ومن خلال الشارت اللي عندي أقدر أطلع قيمة ال HA اللي هي absolute humidity. ال HA بتطلع 8 بالألف، الوحدة كيلوغرام H2O vapor لكل 1 كيلوغرام dry air. من نفس المعلومات كمان بطلع ال humid volume، تطلع 87% متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير. المطلوب هو الفوليوم، بشتغل على الوحدات 150 كيلو جرام يومد، عشان أخلص من الهيومد اير لازمني مول فراكشن، أو عفوا ماس فراكشن، فلو طلعني ماس فراكشن من الدراي اير راح تكون عبارة عن 1 كيلو جرام دراي اير لكل 1 دراي اير زائد 8 بالألف اللي هي H2O. هاي تمثل كلها التوتال ماس للهيومد اير، وأنا طلعت قيمة الهيومد فوليوم كانت عبارة عن 87 متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير. شط الوحدات صف عندك قيمة الفوليوم. القيمة رقم 6 اللي هي wet bulb temperature،
هاي بتكون موجودة بالشارت ما بين الساتوريشن كيرف والدرايفل بالإضافة للـ HA. تطلع بشكل قطري من عند درايفل لغاية الساتوريشن كيرف. فهاي القيم كلها تمثل الوت بل لو لاحظتم انه عند الساتوريشن كيرف الكيرف اللي عندنا قيمة الديو بوينت بالإضافة للوت بل بالإضافة كمان للدرايفل راح يكون لهم نفس القيمة. يعني مثلا بيجي سؤال بحكي لك ايش قيمة الوتبل والدرايفل والديو بوينت عند الساتوريشن كيرف اللي عندي، اذا طلعت الاولى بتطلع الباقي لانهم راح يكونوا نفس التمبرتشر ونفس القيمة. يعني مثلا كان عندك الدرايفل عبارة عن 20، ما هي هون 20 سلسلس، فلو بدك تطلع الدرايفل الوتبل راح تكون على نفس المستوى هون كمان 20. لو حبيت تشوف الديو بوينت لو مشيت هيك راح تكون كمان هون هي 20. الساتوريشن كيرف في ثلاث قيم بيكون لهم نفس التمبرتشر اللي هم دراي والويت والديو بوينت. هاي معلومة كثير كثير مهمة وبتيجي بالأسئلة. آخر قيمة اللي هي specific enthalpy of saturation. هاي الانثالبي بتكون للدراي اير. هاي الخطوط اللي هون بتمثل specific enthalpy بالنسبة للدراي اير. الوحدة طبعا بتكون كيلو جول بير كيلو جرام دراي اير. طيب لو انا بدي specific enthalpy للهيومد اير مش دراي اير، هيومد اير راح يكون في عندي قانون عبارة عن specific enthalpy للدراي اير ماينس انثالبي ديفيشن. ايش الديفيشن؟ هاي بتكون عبارة عن خطوط بالشكل هيك، قيمة طبعا تكون سالبة، سالب 2 بالعشرة، سالب 4 بالعشرة، 6، 8. بروح قيمة الدراي اير اللي عندي هون، بطرح منها قيمة انثالبي ديفيشن، بطلع سبيسيفيك انثالبي اللي هي هيومد اير. ولأنه هاي القيمة كثير كثير صغيرة فأحيانا نعتبر انه السبيسيفيك انثالبي اللي هي هيومد اير هي نفسها اللي دراي اير، لكن عشان الدكتور يعرف انك انت فاهم وضح له انه في عندي انثالبي ديفيشن
طبعا حسب انت ايش تستخدم، دراي اير او هيوميد اير. هيك نكون خلصنا كل القيم او كل المعلومات الموجودة على تشارت. عندي فورمين من التشارت. اول فورم بتكون الوحدات عبارة عن اس اي يونت، والريفرنس اللي بستخدمها بالتشارت الاول او الاس اي يونت هي عبارة عن H2O زيرو سيلسيوس واحد اتموسفير، والدراي اير كمان زيرو سيلسيوس واحد اتموسفير. الفورم الثاني يكون عبارة عن امريكان يونت، امريكان انجينيرينج يونت، الريفرنس H2O 32 فهرنهايت، والدراي اير كمان 32 فهرنهايت. عشان نستخدم التشارت هاي الريفرنس اللي تكون عندي. خلينا نشوف اكزامبل 8.46، وهو الاكزامبل الوحيد الموجود على التشارت اللي عندي، او بالاحرى بس هو المطلوب منه. بحكي لي عندي كنترول فوليوم، هو عبارة عن اير كولر او كوندنسر. دخل عندي هيوميد اير عند 80 فهرنهايت، وال اتش ار كانت نعطيني اياها تساوي 80%. هكذا دخل عندي هيوميد اير راح تكون H2O فيبر ودراي اير M1 ما بعرف الكمية دخلت، فأكيد راح يطلع عندي M2 من ال H2O ليكويد قيمته ما بعرف، وهون راح يكون M3 من H2O فيبر و M3 من دراي اير، بس انه طلع عندي عند تمبرتشر 51 فهرنهايت. السيستم اللي عندي لازم تعرف معلومتين. المعلومة الأولى انه هيوميد اير الاوتبوت اللي هون بيكون عبارة عن ساتوريتد. ايش ساتوريتد؟ ال اتش ار لإله تساوي 100% ساتوريشن كيرف. ممكن يجيب لك سؤال يحكي لك بدي قيمة ال HR للـ Output بالنسبة للـ Humid Air، فبدها تكون قيمته 100%. المعلومة الثانية إن الـ Temperature اللي هون هي نفسها للمادة اللي طلعت عندي، فهون راح يكون عندي 51 فهرنهايت. معلومتين كثير مهمات. اول مطلوب اني احسب قيمه الفراكشن ال H2O ليكويد اللي طلع عندي. المطلوب الثاني اني احسب الريت الهيت اللي داخل عندي. اذا كان الفوليوم هو عباره عن 1000 فوت كيوب بير مينت، طبعا من الهيوميد اير. اذا هون بدي مول فراكشن، بعدين بدي قيمة الكيو. اذا قيمة الفوليوم اللي طلعت
تساوي 1000 روت مكبر منت بالنسبة للهيومد اير. أول إشي بعمله مستفيد من الشارت اللي عندي. هنا أعطاني معلومتين، أعطاني درايبل وأعطاني اتش ار. بشوف absolute humidity راح تكون عبارة عن 18 بالألف bound mass H2O لكل bound mass dry air. هاي عند 80 فهرنهايت و HR 80%. طيب أنا هيك طلعت M1 ال H2O vapor، طلعت M1 بالنسبة لل dry air. بس قبل هيك لازم أنا أكون فارض أصلا bases اللي أعتمد عليها بالحل. فال bases of calculation وهاي حنبان عليها، أول إشي لازم تعمل قبل ما تبدأ بحل أي material أو energy balance، basis of calculation هي عبارة عن 1 bound mass dry air. ال basis of calculation دائما عليها علامة، هاي أقل إشي. طيب طلعت ال HA للي هون، بطلع قيمة M1 و M M1 لل H2O vapor و M1 لل dry air باستخدام ال bases. فبحكي M1 H2O تساوي 1 pound mass من ال dry air عندي ال HA هي عبارة عن 18، هاي قيمة M1 H2O vapor. قبل ما انتقل للـ output كمان بستفيد من المعلومتين اللي عندي من الـ HR، انه انا بقدر اطلع الـ specific enthalpy بالنسبة للـ dry air بتكون قيمتها 38.8 BTU per pound mass dry air. هيك خلصت كل المعلومات، انتقل على الاوتبوت. نفس الاشي عندي ال HR موجودة 100%، عندي دراي بلب 51، بشوف بطلع قيمة ال HA اللي هي تساوي 79 pound mass وبالتالي من هون مع البيسز قيمة M3 لل H2O هي عبارة عن 79 pound mass. لو عمل التوتال ماس بالانس راح تكون الـ M1 أو الفد اللي داخل عندي هي 18 تساوي 79 زائد الـ M2، من هون نطلع قيمة الـ M2 1% H2O liquid. المطلوب هو الـ fraction. الـ fraction H2O يساوي قيمته 1 على اللي داخل
18 وتساوي 5 5 5. طبعا الفراكشن مطلوب بالنسبة للفيد اللي دخل عندي من ال H2O. المطلوب الثاني هو ال Q. طبعا عشان انا احسب ال Q نطبق القانون اللي هو دلتا H زائد دلتا EK زائد دلتا EB تساوي Q minus work I 0 0 0. طلع عندي دلتا اتش تساوي كيو وتساوي الماس للاوت في سبيسيفيك انثالبي ماينس الماس للان في سبيسيفيك انثالبي لإله. اذا برسم الجدول اللي احنا متعودين نشتغل عليه. الجدول راح يكون بيحتوي على dry air و H2O liquid بس. دخل عندي dry air عند 80 فهرنهايت وطلع dry air عند 51 فهرنهايت و H2O liquid عند 51 فهرنهايت. تمام. mass input specific enthalpy input mass out specific enthalpy out. dry air دخل عندي واحد عند 80 عند 51 فهرنهايت ما كان فيه ولا كان في H2O liquid عند 51 داخل. output عند 80 ما في عند 51 كان 1 ما كانت 1%. نشوف specific enthalpy بالنسبة ل dry air عند 80 فهرنهايت و HR كانت معي هي 80%. طلعنا specific enthalpy كانت 38 تقريبا هون ما في output ما فيش عند 51 فهرنهايت كمان طلعنا القيمة اللي هي بتطلع 29 من خلال HR 100 و HA. هاي القيمة HR كان عندي 100% saturation curve وكان في عندي الدراي بل اللي هي 51 فهرنهايت طلعت منهم specific enthalpy للدراي اير. طيب نيجي لل H2O liquid. لل H2O liquid لو رحت على الشارت ما راح تلاقي عنده معلومات بس راح نعرف specific enthalpy لإله من خلال الريفرنس اللي احنا مفروض نكون كتبناها. dry air 32 فهرنهايت و H2O liquid عند 32 فهرنهايت وبالتالي راح تكون من reference لغاية temperature اللي عندي CB بالنسبة لل H2O liquid. الفورم اللي عندي هون liquid مش vapor فبتجيب قيمة السي بي للليكويد. كيو تساوي 1% ضرب التكامل زائد 20.9 ماينس اللي هو 38 وتطلع معي قيمة كيو. بس انا هيك ما خلصت السؤال. ليش؟ لانه بحكي لي بده قيمة الكيو بالنسبة للفوليوم اللي طلع اللي كانت قيمته
ألف فوت مكعب لكل من humid air. طيب لو أنا جبت الـ humid volume بالنسبة للـ output اللي عندي اللي كان عند HR 100 و dry bulb هي 51 فهرنهايت، تطلع قيمة humid volume 13 فوت مكعب لكل bound mass dry air. وأنا عندي 1000 فوت مكعب بير مينت. من هاي القيم بطلع قيمة الفوليوم، كان عندي الهيوميد فوليوم تساوي 13 فوت مكعب وأعطاني أصلا هو الفوليوم من الهيوميد فوليوم. بطلع قيمة الفوليوم تساوي 1 باوند ماس اللي هي البيسز، طبعا دراي اير، ضرب 13 اللي عندي اياها، بهيك بكون طلعت الفوليوم. هون في معي كمان فوليوم، أحسب كيو هات كيو تساوي القيمة اللي احنا طلعناها بالأصل، تطلع ماينس 17.7 ضرب 1000 فوت مكعب على 13 فوت الكيو، تطلع سالب 1360 BTU per minute. يعني أنا بطلع قيمة كيو وهو معطيني فوليوم، عشان أخلص من الفوليوم بطلع قيمة الهيومن فوليوم من خلال الشارت، بشط بوحدات وبطلع الريت للكيو المطلوب. حكينا الشارت مهم، عليه حدود من 11 ل 12 علامة، بيكون نفس السؤال تقريبا، ممكن يسألك الساتوريشن كيرف ايش القيم، دراي بلب، الويت بلب، ديو بوينت، يسألك لما الكنترول فوليوم يكون عندك كوندنسر الاوت وات ايش بتكون قيمة ال اتش ار لإله، تكون 100% لأنه ساتوريشن. قيمة التمبريتشر ال اتش تو او ليكويد هي نفسها بالنسبة للاوت وات اللي طلع عندك. فهاي أغلب المواضيع المهمة على الشارت، وبهيك نكون الحمد لله أنهينا تشابتر 8. إن شاء الله المرة الجاية نبلش تشابتر 9. يعطيكم العافية.